ازدهار أكبر متوقع لسوق المنتجات الفاخرة المستعملة خلال 2023 وسط ركود وشيك ينتظره العالم. سوق السلع الفارهة المستعملة ليس شيئاً مستحدثاً، لكنه يبدو أنه سيعيش أزهى أوقاته في العام الجاري مستفيداً من التراجع الاقتصادي العالمي. هو سوق يبلغ اليوم نحو 24 مليار دولار، الاتجاه المتوقع أن يبحث مشترو السلع الفاخرة الذين لن يتحملوا ارتفاع التكلفة عن منتجات مستخدمة للإبقاء على هندامهم بتكلفة أقل. العلامات الفاخرة تواجه معضلة ما بين دخول السوق المستعمل الذي يضر ذهباً لزيادة أرباحها أو تجاهله تماماً حتى لا تفقد حصريتها أمام عملائها بالغي الثراء الذين لن يتأثروا على الأغلب بارتفاع الأسعار. وإلى جانب آخر من القصة، سوق الساعات الفاخرة المستعملة سيتفوق على الساعات الجديدة في غضون عقد من الزمان. ووفقاً لبلومبرغ سيصل هذا السوق إلى 85 مليار دولار في عام 2033، وهو أكثر بثلاثة أضعاف ما تم بيعه خلال العام الماضي. رولكس ولأول مرة قررت دخول ميدان بيع السلع المستعملة، حيث أطلقت برنامجاً معتمداً لبيع الساعات المملوكة مسبقاً في 6 دول أوروبية. خطوة رولكس جاءت في ديسمبر الماضي بعدما انخفضت أسعار الساعات بشكل حاد بسبب زيادة العرض مع استمرار انخفاض الطلب. الشركة السويسرية تريد السيطرة على السوق، وتقول إنها تريد عبر هذه الخطوة ضمان أصالة الساعات المعاد بيعها من قبل البائعين الرسميين. لكن رولكس تواجه منافسة مع تجار ساعاتها المستعملة الذين قد يضطرون إلى خفض أسعارهم للمنافسة والمزاحمة على الأرباح. على كل في الجانب الاقتصادي تنضم إلينا العالمية والصحفية سمر المشرى. سمر يسعد صباحك دائما. صباح الخير. طيب، هل يشكل سوق السلع الفاخرة المستعملة فرصة أم تهديد للعلامات الفاخرة؟ نعم سهام، بالفعل هو يعني مثل ما نقول سلاح ذو حدين. بالتأكيد هو يمكن للسلع لمحلات مثل رولكس، مثل ما رأينا في المقدمة أنه دخلت على هذا السوق، هي تريد تستفاد من الشريحة الجديدة اللي تكونت مؤخرا. يعني مثل ما قلت بالمقدمة أنه هناك شبح أزمة اقتصادية، بس هي مش بس شبح أزمة اقتصادية، الآن هي الايدنتيتي الترند الجديد أنه أنا ما أسوي ويست، أنا أحب الأشياء الفينتج، أنا أعيد استعمال الأشياء وأدير بالي على البيئة. It's نوع من الايدنتيتي أو الهوية، خصوصا للجنريشنز أو الأجيال الأصغر اللي هي جيل زت وجيل الألفية. فصار هذا جزء من الترند أو الحركة. فاليوم تقول لك رولكس أوكي، ما هذا السوق برا يعني مثل ما شفنا حيتضاعف 3 مرات، 85 مليار دولار مثلا رولكس. طب ما أنا أستفيد، ليش ده يجي ثيرد بارتي يجي وياخذ هذه الفلوس اللي تصير المبيعات؟ مش الكل قادر على دفع. طبعا اللي يقدر يشتري وحده جديده حيشتري جديده، بس بنفس الوقت هناك ايضا مجموعه ثانيه اللي يريد تشتري الاشياء الفينتج القديمه اللي اصبحت نادره اليوم، هذا اللي تلعب عليه رولكس ايضا. وحده هم وباتيك فيليب يلعبون على الساعات اللي صارت نادره اليوم، وايضا مثل ما قلنا هي مساله ايدنتيتي اليوم. وكمان يعني هو جيل، كمان هو جيل جديد، يعني جيل عملي اكثر. صحيح. فطب اليوم اذا شخص بده يروح على محل ويشتري هاي البضاعة وهاي السلع الفاخرة المستعملة، يعني كيف بضمن إنها مش تقليد مثلاً؟ هي هاي المشكلة اليوم، الاوثنتيكيشن او التعريف او التأكد من هذه الامور. يعني اليوم رولكس لعبتها صح لما هي دخلت على السوق نفسها، مثل ما سوت ارمس، مثل ما تسوي شانيل، لانه التقليد جدا صعب وفيري هارد انه تميزي هاي بالنهاية. حتى الشهادات اليوم يقلدوا لك اياها، لاكبر الشركات يقلدوها في الصين وتباع. بس هناك بعض التبس المعينة اللي ننظر لها. اول شيء عندك اللي مثلا المعدن، مثلا لنفترض في شنطة حقيبة، كل أكثر شيء بين المعدن، الزبر، السحابة، الخياط لازم يكون جدا دقيق، المقلدة. بعدين في تب كلش حلوة اللي هو إنه المقلد هو يقلد على صورة،
ما عنده الحقيقية أغلب الأحيان، فالجيوب اللي يحطها من الداخل، الداخل دائما مختلف. فأنت روحي وأخذي نظرة على التفاصيل. صحيح، فأنت دائما روحي أخذي نظرة على هذه الحقيبة قبل ما تشتري، وشوفي الجيب وين، شوفي التفاصيل الداخلية مثلا على الحقائب والملابس والستيتشز، هذه من الأمور. بس ما زال هناك العديد من النصب والاحتيال وما يميزوها، خصوصا في السوق الثانوية. طب سمر، من أحد المولات التجارية بجدة سألنا المتسوقين هل يمكن أن تشتري منتجات فاخرة مستعملة؟ نتابع ونرجع لك. هلا ممكن تشتري حاجة فاخرة بس مستعملة وليش؟ طبعا أكيد، وخاصة عشان قيمتها المعنوية أكثر من سعرها، خاصة إذا كانت مقتنعة من يعني قبل من شخص مثلا لقيمة معنوية كبيرة أو شخص مهم. ممكن أشتري حاجة فاخرة تكون مستعمرة بس تكون فيها جودة عالية وتكون مثاناتها قوية كده وفيها حاجة مضبوطة. بالنسبة لي السعر مو مهم قد إنه مثلا حاجة تكون عجبتني، إذا عجبتني وأنا بدور عليها وحاجة نادرة فأيوه أشتريها أكيد. ممكن نشتري حاجة فاخرة ومستعملة إذا فيها جودة وفيها حاجة كويسة كده وعجبتني أنا ممكن أشتريها. نعم. زي إيش؟ زي لوحة فاخرة حلوة، عرفت اسم الفنان مثلا، حتى لو ما ببيعها برخيص وانعرضت رخيص طبعا هاخدها. حسب نوع الشيء، يعني مثلا عندك أنتيكات أو التحف بالعكس تكون قيمتها أكثر في أنها تكون مستخدمة أو كانت في المكان الفلاني، لكن لا شيء أنا رح ألبسه وأستخدمه لا، ما أعتقد أن أنا ممكن أشتري ألبس حاجة من بعد ما استخدمت. طيب سمر، شهدنا يعني ارتفاع كبير في نمو سوق الحقائب والجلد خصوصا جهة العلامات الفاخرة المستعملة، حدثينا أكثر عن سبب النمو وهل نتوقع نموا أكبر؟ بالنسبة للحقائب الفاخرة، غير أنه مسألة مثل ما نرجع قلنا اليوم في ترند أيضا من السليبرتيز تو ريوز أو إعادة استعمال وإعادة ريسايكل، يعني إعادة استخدام، هو ترند يعني طاش بين السليبرتيز ويقلدوه الأجيال الأخرى. أيضا هناك شغلة مهمة أنه تغيرت الجلود اللي يستخدموها اليوم عن اللي كانوا يستخدموها سابقا، فهواية يقول لك أنه الجلود اللي كانت سابقة هي هواية أحسن ونوعيتها أفضل من الجلود اللي يستخدموها اليوم، وذلك بسبب هناك العديد من القيود على عملية التصنيع بسبب تلوث البيئة وغيرها. وطبعا بالتأكيد مثل ما شفنا بالتقرير أنه بعض الناس تنظر إلى الشيء الفينتج، هو اليوم هذا الشيء الموضة أنه تجيب الأشياء الفينتج القديمة وترجعيها مرة أخرى، وهو طبعا من أكبر الأسواق اللي يصير فيها إعادة بيع هي الحقائب الفاخرة. يعني طيب يعني بتحسي رح ينتعش هذا السوق ويزداد نموا أكثر فأكثر؟ يعني زي ما واضح انه لاحظنا الناس يعني مش معارضه فكره انه تشتري مثلا شنطه مستعمله. صح، الارقام تقول انه حيصير نمو 10% سنويا خلال السنوات القادمه، وحيوصل فوق ال 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. هذا كل الفينتج او كل المستعمل ككل، تقريبا اكثر من 50% حيكون من نصيب الحقائب الفاخره. بس في شغلة كمان خطرت على بالي، إنه هل إحنا كأشخاص علينا أن نستثمر بالحقائب مثلاً والساعات لكي تكون مشروع استثمار في المستقبل أبيعها في أي وقت؟ هلا ما نريد نسوي دعاية، بس هو إذا تستثمرين لا تستثمرين بإتباغ، استثمري يعني الفتشي اللي طالع مودة مال الرانوي، استثمري بالكلاسيك الفتشي الكلاسيك، لأنه البارحة مثلاً دخلت أنا على شانيل أقارن الكلاسيك الحقيبة مو البوي الثانية نسيت شو اسمها الوردية، أكتشلي الفينتج القديمة أغلى من الجديد. أكيد يعني عرفتي، يعني صارت أغلى مع أنه هي تقريبا نفس اللون ونفس الكات وكل شيء، بس أنه على أساس هاي فينتج أو مملوكة وفيها ستوري. تعرفون اليوم مع السوشيال ميديا الكل يدور على ستوري، كل شيء لازم إلى ستوري، فهاي المرة اللي كانت شاريتها كانت مسافرة بفلان مكان وتسوي كذا، وهاي فدائما they are selling the story behind it. تجارة مربحة، تجارة مربحة نفكر فيها. شكرا جزيلا سمر. شكرا.